في هذا الفيديو سنعرض لكم ما لا تعرفونه عن دولة قطر. في دولة قطر أعلى متوسط دخل فرد في العالم بمعدل 146 ألف دولار سنويا، الأولى عربيا والرابعة عالميا بجودة التعليم بعد اليابان، الأولى عربيا والسادسة عالميا بمستوى جودة الصحة، الأولى عربيا والمرتبة 20 عالميا في مكافحة الفساد، الدولة الثانية في معدل الأمان ضد مخاطر الإرهاب، الأولى عربيا والثانية عشر عالميا في تقرير التنافسية العالمي. تصنف الدولة الأولى عالميا في مؤشرات انعدام البطالة. أصول البنوك القطرية 1.1 تريليون ريال قطري. قطر الوطني أكبر بنك عربي بأصول تناهز 520 مليار ريال. صندوق سيادي بقيمة 300 مليار دولار يشمل 39 بلدا. حصص مؤثرة في أكبر بنوك أوروبا باركليز وكريدي سويس. أكبر متجر في العالم للسلع الفاخرة هارودز لندن. تنفق سنويا 6 مليارات دولار على مشاريع البحث العلمي. الخطوط القطرية الأسرع نموا في العالم 170 طائرة. اتصالات قطر تعمل في 17 بلدا بعدد 107 ملايين مشترك. قطر تمتلك 28% من أبراج لندن عاصمة بريطانيا. دولة قطر تعالج جميع مواطنيها خارجيا على نفقة الدولة. قطر الدولة الوحيدة بالعالم يكون فيها الماء والكهرباء مجانا. الدولة الوحيدة في العالم التي لا يوجد بها ضرائب. مطار حمد يحصل على لقب أروع مطار في العالم. الدولة الأولى عالميا في انتشار الألياف الضوئية. الدولة الأولى عالميا في مؤشرات البنية التحتية. الدولة الأكثر أمانا ضد مخاطر الكوارث. الدولة الأولى عربيا في سرعة الإنترنت. الدولة الأولى عربيا في مؤشر الأمن الغذائي. الدولة الأولى عربيا في التنمية البشرية. الدولة الأولى عربيا في تطوير سوق المال. الدولة الأولى عربيا في خطوط الطيران. الأولى عالميا في إنتاج الغاز المسال في العالم. تمتلك قطر ثاني أكبر أسطول عائم لنقل الغاز في العالم. تمتلك 15 مليار برميل من النفط يكفي 40 عاما. قطر تملك 900 تريليون قدم مكعب من الغاز يكفي 143 سنة. وأخيرا وليس آخرا، المرتبة الرابعة عالميا في إنتاج البتروكيماويات. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة.